يا صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الفيديو. حابب اوريكم النهارده فتح عشوش جديده، في منها اللي بايض زي العيش اللي احنا هنشوفه ده دلوقتي، وفي منها اللي لسه اول فرخ جديد يشرف. ما شاء الله منظر جميل جدا. طبعا ده شكل البيضه بعد ما بتفقس، نرجعها تاني لان في بعض النتايات بتحب تاكل البيض دوت كنوع من الكالسيوم. تعالوا بقى نشوف العيش الجميل ده، كمان في زغلولين والبيضتين دول تقريبا خلاص كده باظوا. تعالوا نبص على العصفوره ديت، معاها ايه؟ معاها 3 زغاليل ما شاء الله. وطبعا برضو البيض التاني ده اكيد خلاص باظ، بتدفيهم وبتاخد بالها منهم. طبعا بقى لو انت لسه جديد معانا في القناة، اولا شرفتنا، ثانيا حابين بقى تعمل السبسكرايب وتدعمنا باللايك والكومنتات. ده عيش بقى ما شاء الله فيه 5 زغاليل، هما ال5 دول مش اخوات، في منهم 2 الصغيرين هما الاخوات ولاد الجوز دوت. ال3 التانيين بقى دول انا مرحلهم من تحت جوز تاني عشان خاطر الجوز التاني كان تحته بيض كتير. يلا نقول لهم مع السلامه باي باي. تعالوا بقى نشوف الجوز دوت. انا قبل ما افتح البياضه لقيتهم اصلا الزغاليل من كتر ما كانوا جعانين نزلوا تحت، خرجوا من البياضه، خرجوا من العيش، وما شاء الله الام عماله بتاكلهم. في واحد خلاص يعني بدأ يحاول يعتمد على نفسه، هتلاحظوه هتلاقوه بياكل في الأكالة العلبة بتاعت الأكل اهو هو واقف فيها، واحد فوق اهو خالص على الأكالة الزرقاء وواحد تاني في الأكالة البيضاء. بسم الله ما شاء الله. طبعا منظر جميل جدا للي لسه ما شافش المنظر ده قبل كده. طبعا عايز اقول لكم ان في آخر الفيديو في مفاجأة، هنعمل سلسلة بخصوص عصفور معين. خلونا الاول نشوف بقى، شوفوا بقى فرحة الزغلول ده بعد ما اكل واتبسط بقى، ويلا يلا بينا نروح بقى. ويلا بينا على عيش تاني. صلي على النبي الاول وقول بسم الله ما شاء الله. عايز اقول لكم ان احنا لازم واحنا بنفتح العيش لو بنفتحه من تحت مش من فوق، لان في بياضات بيبقى ليها درج من فوق او باب من فوق وباب من تحت، لازم تحط ايدك تحت الباب عشان خاطر الزغاليل او البيض ما يقعش. دي النتايه طبعا اول ما فتحت على الزغاليل الباب هي طبعا قلقت ودخلت تطمن عليهم. بسم الله ما شاء الله، الوان جميله ومختلفه، وان شاء الله معانا تشوفوا كده كل جديد. انا عن نفسي بحب الاسترالي، ربيت حاجات كتير جدا، بس انا بحب الطائر دوت اسمه الاسترالي او البادجي. البادجي ده اسم عالمي يعني، احنا هنا في مصر بنسميه الطائر الاسترالي. ده عيش تاني في زغاليل بس سنهم اقل شوية من العيش اللي قبله. تعالوا كده نبص على زغلول منهم كده من قريب. بسم الله ما شاء الله. طبعا ده لما هيكبر هيبقى لونه تحفة جدا. طبعا مع الخبرة انت بتعرف شكل العصفور من قبل ما يكبر. ازيكم يا حلوين، عش جديد. دول بقى اسمهم ريمبو، دي من الطفرات الجميلة جدا الممتعة في تركيبها وفي الشغل فيها، جميلة، تحتاج شوية كده مجهود عشان خاطر تطلع بمستوى مميز، وبتفضل كل شوية تطور من المستوى ده. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. يلا روح بيتك. تعالى كده نبص على التاني. سبحان الله، جميل جدا. طبعا برضو لونه هادي خالص. تعالوا نشوف بقى العيش ده بيقول ايه. بسم الله ما شاء الله. دول 3 زغاليل برضو اخوات، وفي بيض. البيض ده غالبا برضو مش هيفقس لان خلاص عدى عليه مده كبيره. لا اما بيكون البيض دوت لا اما بيبقى فاضي ما تخصبش، ما فيهوش جنين اصلا، واحيانا بيبقى فيه جنين بس بسبب اختلاف درجات حراره او بسبب ان الام مثلا ما عندهاش خبره، ما بتعرفش تنام على البيض كله في نفس الوقت ممكن، او بتنام زياده عن اللزوم. يعني الموضوع كبير، فيه كلام كتير جدا. ممكن بعض البيض ما يفقس. تعالوا نشوف بقى العش ده. الام طلعت تجري، بسم الله ما شاء الله. تعالوا نشوف كده حجم الصغير بتاعهم، وما شاء الله التأكيل. لو تبص على الحيصلة بتاعة الزغلول دي اللي بيبين لك ان الزغلول اكل كويس ولا مش اكل كويس. ده برضو اخوه، ده كبير خالص، والاولاني اللي شفناه ده كان الصغير. يلا روحوا بسرعة بقى. ده بقى برضو بيضة، دي ما فقستش طبعا، غالبا لسبب من الاسباب اللي احنا قلناها. تعالوا نشوف العش ده. ده بقى العش اللي انا اعمل لكم مفاجأة السلسلة عليها. شايفين الزغلول او العصفور الصغير اللي هو اللي لونه ازرق موف كده، ده بيسموه فايلوت، تمام. بيبقى واخد درجة من الغمقان، يعني مش ازرق عادي، بيبقى ازرق في نوع كده من الغمقان شوية ومن اللمعان. ده بقى بندق. تعالوا الاول نشوف بندق مستخبي فين. ناوي ان شاء الله بقى اعمل لكم سلسلة جديدة على بندق، وزي يوميات بندق كده. لو حبيتوها هنعمل منها على اكتر من عصفور ونبتدي نتابع. طبعا انا عايز اشكر اي حد لسه بيتفرج على الفيديو لغاية دلوقتي، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا.